نعم وسام، طبعا تستمر معارك الكر والفر في ريف اللاذقية بعد أن تقدمت قوات النظام في الفترة الأخيرة على عدة مراصد، حاولت مجددا التقدم باتجاه آرا وطعومة وشلف ورويسة الروس، حيث حدثت اشتباكات عنيفة في هذه المناطق، طبعا أدت إلى مقتل ما يقارب 20 مقاتل تابعين لقوات النظام، هذا في جبل الأكراد. أما بالنسبة لجبل التركمان فقد حاولت قوات النظام أيضا يعني بعد اليومين الماضيين اللذان حاولتا فيهما التقدم في محور قروج، اليوم عادت لتحاول التقدم مرة أخرى في ذاك المحور، مما أدى إلى مقتل ما يقارب 17 عنصرا في تلك الجبهة، وذلك حسب المقاتلين المتواجدين في تلك المنطقة. طبعا مدفعية الثوار بدورها ردت على القصف العنيف الذي يتعرض له ريف اللاذقية، حيث استهدفت مدفعية الثوار بقذائف المدفعية الثقيلة من عيار 122 ميلي تجمعات لقوات النظام وميليشياته الشيعية في برج القصب وقصر السكر في جبل الأكراد، كما استهدفت المدفعية الخطوط الخلفية للعدوان الروسي المتمركزة في قمة النبي يونس. طبعا قمة النبي يونس ومرصد سلونفا فيهما تجري اجتماعات العمليات بالنسبة لجبل الأكراد، أما بالنسبة لجبل التركمان فتجري الاجتماعات بين الضباط الروس والضباط الإيرانيين والسوريين في منطقة كسب. طبعا بالنسبة لطيران العدوان الروسي، طبعا منذ الصباح الباكر وطيران الاستطلاع لا يفارق سماء ريف اللاذقية، أكثر من 3 طائرات استطلاع تحلق في سماء ريف اللاذقية، واحدة منهم كانت في جبل التركمان في محيط منطقة قروج وأخرى كانت في منطقة الاشتباك في جبل الأكراد، أما الثالثة كانت قريبة من الشريط الحدودي. طبعا أما طيران العدوان الروسي الطيران الحربي فقد شن عدة غارات متتالية على قرى وبلدات ريف اللاذقية بجبليه جبل الأكراد والتركمان، كما يعني شنت مدفعية النظام ومدفعية العدوان الروسي وراجمات صواريخه عدة ضربات مدفعية وصاروخية على القرى الحدودية التي باتت شبه خالية من السكان. طبعا تجدد القصف المدفعي على مخيمات اللاجئين في منطقة أوبين لليوم السابع على التوالي، طبعا لا توجد اليوم خسائر نتيجة هذه الضربات بسبب خلو المنطقة تماما من السكان وخلو المخيم من السكان ولجوئهم إلى مخيمات أخرى على الحدود السورية التركية أو لجوئهم إلى الداخل التركي. نعم، طيب محمد، بالنسبة للقصف أعلمني فريق الإعداد أن هناك قصف في المنطقة التي تتحدث منها، ما وتيرة هذا القصف وأيضا تفاصيل حوله؟ نعم وسام، طبعا يعني نحن الآن في ريف اللاذقية لن نقوم بتحديد المكان، نعم بالتأكيد، يعني ولكن الصوت الذي سمعوه هو لإطلاق قذائف من قبل الثوار على المراصد التي تتمركز بها قوات النظام، وصوت آخر كان لاستهداف قوات النظام محيط هذه المنطقة. طبعا يوجد تبادل بالقصف المدفعي بين الثوار وقوات النظام، طبعا ثوار الساحل بالرغم من التحليق المكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي مدفعيتهم لم تتوقف عن استهداف معاقل النظام وتجمعات شبيحته وميليشياته الشيعية التي تقاتل في ريف اللاذقية، والذي ثبت منها بالصور صقور الصحراء وميليشيا حزب الله اللبناني وحركة النجباء العراقية، عدا عن المقاتلين الروس المتواجدين في أغلب المراصد التي تشرف على ريف اللاذقية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ريف اللاذقية.